هذا وتعد مجموعة العشرين واحدة من أهم التكتلات حول العالم كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي. مجموعة العشرين تعد منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظ البنوك المركزية من عشرين دولة والاتحاد الأوروبي. واحدة من أهم التكتلات حول العالم كونها تعمل على معالجة القضايا الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد العالمي مثل الاستقرار المالي الدولي والتخفيف من آثار تغير المناخ والتنمية المستدامة إنها مجموعة العشرين التي تضم تسعة عشر دولة والاتحاد الأوروبي فالمجموعة التي تأسست في عام 1999 تعد منتدى دوليا يجمع الحكومات ومحافظ البنوك المركزية من عشرين دولة والاتحاد الأوروبي وتهدف الى مناقشه السياسات المتعلقه بتعزيز الاستقرار المالي الدولي وايضا معالجه القضايا التي تتجاوز مسؤوليات اي شخص إلا أن العام 2008 كان هو نقطة التحول الرئيسية للمجموعة بعد القمة الافتتاحية الأولى لقادتها بواشنطن، لتحل المنظمة الوليدة محل مجموعة الثماني في العام التالي من قمة واشنطن باعتبارها المجلس الاقتصادي الرئيسي للدول الغنية، فاقتصادات الدول الأعضاء في المجموعة مجتمعة تمثل حوالي 90% من إجمالي الناتج العالمي، و80% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، وحوالي نصف مساحة اليابسة وتزخر طاولة مجموعة العشرين في اجتماعاتها بعدد من القضايا المهمة أغلبها ذات طابع اقتصادي فتركيزها دائما ما يكون منصبا على نمو الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وتنظيم أسواق المال العالمية وتقوية النظام المالي العالمي فضلا عن تعزيز آليات الرقابة عليها لمنع تكرار الأزمة المالية العالمية التي شهدها العالم في عام 2008 وكذلك عدم ترك أي من السوق الماليه العالميه بعيدا عن الرقابه ومحاربه التهرب الضريبي وتفادي المنافسه عن طريق تخفيض الضرائب كما تركز القمه دائما على تحقيق نمو دائم ومستمر ومتوازن للاقتصاد العالمي وتعزيز فرص التشغيل والتوظيف